السلام عليكم. محاضرة اليوم بعنوان Double Integrals for Bounded Non-Rectangular Region، أي نجد الـ Double Integral للـ Function f of x فارزة y التي تقع ضمن Regions تكون شكلها Non-Rectangular. أخذنا بالمحاضرات السابقة إيجاد الـ Double Integral للـ Function التي تقع ضمن Rectangular Region. في هذه المحاضرة نأخذ الدبل انتيغرال للفونكشن التي تقع ضمن ريجن شكلها يكون نون ركتانجولر مثل هذا الشكل أو هذا الشكل. لإيجاد الدبل انتيغرال للفونكشن التي تقع ضمن ريجن نون ركتانجولر نستخدم القوانين اللي هي موجودة بفرع A وفرع B. نلاحظ بهذه القوانين وجود الدبل انتيغرال للاف اوف اكس فارزة واي، دي اي هو عبارة عن 2 dimension ويشير إلى وقوع الدالة اللي هي اف اوف اكس فارزة واي ضمن محور اكس وواي فقط، اي 2 dimension region. نلاحظ بالقانون الموجود في فرع اي بأنه دن كامل بالنسبة لدي واي أولا ثم دي اكس ثانيا. الدي واي حدودها عبارة عن function بينما الدي اكس حدودها عبارة عن قيم ثابتة. وأيضا القانون الموجود بفرع B double integral for function f of x فارزة y dA نكامل بالنسبة لدي اكس أولا وحدود تكامل الدي اكس تكون بشكل function، ثم نكامل بالنسبة لدي واي ثانيا وحدود تكامل الدي واي تكون بشكل قيم ثابتة. نلاحظ بقانون فرع A وفرع B تكون عندنا حدود التكامل عبارة عن function وهي f of x و g of x. بالمحاضرة السابقة أخذنا double integral للfunction f of x فارزة y التي تقع ضمن الـ 2 dimension والمنطقة إلها تكون حدودها محصورة ضمن rectangular region. كانت عندنا حدود التكامل عبارة عن قيم ثابتة مثلا 2 0 1 3 أو 10 3، لأنه دائما عندنا هذه القيمة تكون الأعلى وهذه القيمة تكون الأقل. فنلاحظ هنا حدود التكامل هي عبارة عن قيم وليست دوال، لكن هنا لاحظنا وجود function على حدود التكامل وهي الـ f of x و g of x، وهذه الـ function تكون حدود لتكامل داخلي اللي هو التكامل الأول بالنسبة للـ dy. التكامل الخارجي الـ dx دائما تكون حدود التكامل إليه ثابتة، نفس الحالة بالنسبة للقانون الموجود بفرع B. حدود التكامل الخارجي هي عبارة عن قيم ثابتة وهي الـ C والـ D، وحدود التكامل الداخلي هي عبارة عن function أو دوال. نوضح الرسم الأول التابع لقانون بفرع A. في حال كامل بالنسبة لـ DY أولاً ثم DX ثانياً، حدود التكامل بالنسبة للـ DX هي ثابتة الـ A والـ B. أنزل الـ A والـ B بالتكامل، وحدود التكامل بالنسبة لـ dy هي عبارة عن دوال اللي متمثلة بشكل f of x و g of x. الدالة الأولى تكون باللون الأحمر موضحة، والدالة الثانية موضحة باللون الأزرق. حدود التكامل بالنسبة لـ dx اللي هي تمثل الحدود الخارجية، حدود التكامل بالنسبة لـ dx هي الـ a والـ b، بينما حدود التكامل للفونكشن اللي هي f of x و g of x نستخرجها من الرسم بعد ما أنظر للرسم من هذا الاتجاه. أجد حدود التكامل للدالة اللي تكون باللون الأحمر وللدالة الأخرى اللي تكون باللون الأزرق اعتمادا على y أو نسبة إلى y، ونفهم هذا القانون من نحل المثال القادم. نفس الحالة بالنسبة لفرع B.
لإيجاد حدود التكامل بالنسبة لدي واي اللي هو يتمثل بالتكامل الخارجي للدالة أو التكامل الثاني. حدود التكامل إليه هي عبارة عن سي ودي قيم ثابتة. السي والدي هي عبارة عن قيم ثابتة. بينما حدود التكامل بالنسبة لأكس اللي هو يعتبر التكامل الأول أو التكامل الداخلي تكون حدوده عبارة عن function المتمثلة بالf of y و g of y. الفانكشن الأولى موضحة باللون الأحمر والفانكشن الثانية موضحة باللون الأزرق. حتى أجد حدود التكامل بالنسبة للفانكشن الأولى والفانكشن الثانية أنظر لهذا الرسم من هذا الاتجاه، وأيضا نوضحها أكثر بالأمثلة القادمة. ويتم إيجاد حدود التكامل للدالة الأولى وللدالة الثانية نسبة إلى X، بينما بالرسم الأول التابع للقانون الأول فرع A نجد حدود التكامل نسبة إلى Y للدالة الأولى وللدالة الثانية، وأيضا يتم توضيحها بالأمثلة القادمة بشكل مفصل أكثر. Integrate the function f of x فارز y x تربيع في y over the region bounded by مطينا قيم للx والy. هاي القيم هي الy تساوي x تربيع والx يساوي صفر، فهنا نأشر صفر للx والx يساوي واحد، فهذا الواحد هنا بالنسبة لمحور x. بالنسبة لمحور y أيضا عندي صفر وعندي الواي تساوي x تربيع. الواي تساوي x تربيع، شلون راح أمثلها على محور x y الموجود هنا؟ أعوض عن x بالقيمة المطينة إياها اللي هي واحد. طالما x تساوي واحد إذن الواي تساوي x تربيع والواي تساوي بمكان x خلي واحد نعوض. الواحد تربيع هو واحد، فنثبت هذا الواحد هنا على محور y. نحصل على هذه الدالة اللي هي موضحة باللون الريد، هاي الدالة الأولى، والدالة الثانية اللي موضحة باللون البلو هي الدالة الثانية. عندنا دالتين، هاي الدالة تكون بشكل خط مستقيم اللي هي رقم اثنين، والدالة رقم واحد تكون بشكل كيرف رسمتها. الحالة الأولى أكامل بالنسبة لواي أولا. إذا أكامل بالنسبة لواي أنزل الدالة مثل ما هي اللي هي x تربيع في y dy dx، أنزل حدود الواي وحدود الأكس. حدود الأكس هي ثابتة عبارة عن صفر وواحد، أخذها من المحور X صفر وواحد أنزلها بعلامة التكامل. التكامل الثاني بالنسبة لواي حدود التكامل هو من X تربيع إلى صفر، وحصل عليها من خلال الفانكشن اللي رسمتها بهذا الشكل. إذا أنظر للدالة الأولى اللي هي y تساوي x تربيع وللدالة الثانية اللي هي تكون عبارة عن صفر اللي هو موضح بشكل خط لونه بلو، فالدالة الأولى إذا أنظر لها بهذا الجانب ألاحظ بأنه الدالة الأولى تساوي x تربيع، الدالة الثانية تساوي صفر، فأنزل x تربيع والصفر على حدود التكامل الخاصة ب الدي واي. أعيد أنظر للدالة الأولى اللي تكون بشكل كير وللدالة الثانية بهذا الاتجاه، أنظر للدوال الأولى والثانية بهذا الاتجاه. الدالة الأولى تساوي X تربيع والدالة الثانية هي عبارة عن خط مستقيم ملامس للصفر فتساوي صفر، أنزلها على حدود التكامل وأكامل الدالة اللي هي X تربيع Y بالنسبة لواي. أي متغير
ما له علاقة بالواي هو كونستانت، فالإكس تربيع كونستانت، تكامل الواي دي واي هو واي تربيع على 2، أنزل الواي تربيع على 2، أعوض بحدود التكامل عن كل واي مرة إكس تربيع ومرة صفر، أحصل على إكس أس 6 على 2، أكامل أيضا بالنسبة للإكس، فتكامل الإكس أس 6 دي إكس هو إكس أس 7 على 7 اعتمادا على قوانين التكامل اللي ما أخذيها مسبقا، وعوض عن حدود التكامل مرة 1 مرة 0، أحصل على 1 على 14. الحالة الثانية إذا أكامل بالنسبة لإكس أولا، إذا أكامل بالنسبة لإكس أولا يكون عندي الدي إكس بالبداية والدي واي يعتبر التكامل الخارجي، ننزل حدود الدي إكس والدي واي، بس هنا انتبه حتى استخرج حدود الدي اكس والدي واي في حالة اكامل بالنسبة لإكس اولا، الدي واي لازم تكون عندي قيم ثابتة، استخرجها ايضا من الرسم، انظر لمحور واي، اخذ صفر وواحد انزلها على علامة التكامل الخاصة بالدي واي، والتكامل بالنسبة لإكس اخذ الحدود اللي هي واحد وجذر واي. مين حصلتها؟ حصلتها من الرسم، إذا أنظر للدوال من هذا الاتجاه، الدالة الأولى اللي هي تكون باللون البلو تكون بشكل خط مستقيم ملامسة للصفر، قيمتها بالنسبة لإكس واحد، لأنه نلاحظ هنا إكس طول هذا اللاين البلو هو واحد، يعتبر الدالة الأولى. الدالة الثانية بالنسبة لإكس، يعني أستخرج الإكس من الدالة الثانية، إكس يساوي جذر واي، لأنه أجذر الطرفين، إذا أجذر الإكس تربيع جذر واي التربيع يروح مع الجذر، الإكس يساوي جذر واي، فهاي تعتبر الدالة الثانية، أنظر لها من هذا الاتجاه. بعد ما وجدت الدالة الأولى والثانية أنزل قيمهم على حدود التكامل الخاصة بالدي إكس، أكامل بالنسبة للإكس، أي شيء بي واي هو ثابت فنزل الواي كونستانت، تكامل الإكس تربيع دي إكس هو إكس أس 3 على 3، ننزل إكس أس 3 على 3، ونعوض بحدود التكامل مكان كل إكس مرة واحد ومرة جذر واي، حصل على هذا المقدار. بعد ما أكامل بالنسبة لإكس أكامل بالنسبة لواي، أوزع علامة التكامل للمقدار الأول والثاني، وأي ثابت أخرجه خارج علامة التكامل، فتكامل الواي هو واي تربيع على 2، بس طالما عندي 3 2 في 3 هي 6، تكامل واي أس 5 على 2 دي واي راح يكون عبارة عن واي أس 5 على 2 زائد 1 على 5 على 2 زائد 1، بعد التبسيط أحصل على 2 واي أس 7 على 2 على 21، أعوض أيضا بحدود التكامل اللي هي مرة 1 مرة 0، حصل على 1 على 14.